على الشعب المغربي وخرج على القصر وعلى غيره، الروينه كاع مع بعضها. باغي نقول لك حاجه تصلح مليح. انا حتى درت 30 عام باش اول مره كريت البنان، صدق او لا تصدق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحيه طيبه لجميع متابعي القناه. دابا بالله عليكم، واحد 30 عام ما كلاش البنان، وجي يسبنا وجي يسب الملك وجي يسب الامه المغربيه ودار في راسو ادعوكه. شفتي افران السي افران، القرود اللي عايشين تماك في الغابه راه شابين بنان، شابين بنان مع راسو. ومن هنا كنستنتجوا ان القرد في المغرب عايش حسن من البرلماني في الجزائر، بما ان البرلماني محروم من البنان 30 عام، فما بالك بالشعب الجزائري. انا ما بغيتش نرد الاساءه بالاساءه، ولكن هذا كلام واقع، هذا مجرد واقع. بلاصه ما تمشيو تهتموا بالامور ديالكم ومشاكلكم، بقيتوا حاضرين المغرب والمغاربه حتى وليتو جيعانين، ما كاينش حليب، ما كاينش سميد، ما كاينش بطاطا. بطاطا وليتو تقاتلوا تخاطفوا عليها، وليتو تقتلوا بعضياتكم على الشكاره ديال السميد. وفي الاخير الاعلام ديالهم بلاص ما يهتم بهذا الشيء، جيوتو باش تطاولوا على الامه المغربيه. انت شوف خير ديال ربي، الحمد لله على البنان. شاط لي الصرف، شاط لي الصرف فاش كنت راجع للدار، شاط لي الصرف جبت به كيلو بنان. خير ديال ربي الحمد لله. ما بغيتش نوصفك بالقرد، ولكن كيف ما قرص راه القرد عندنا في المغرب عايش حسن منك. وكنعرف الناس عايشين برا في فرنسا في اسبانيا وغيرها من الدول الاوروبيه. اقتسم معكم واحد الخير، كيف ما قلت كنعرف ناس عايشين في فرنسا في اسبانيا غاليها من الدول الاوروبيه، كتوصل لهم المنتجات ديالنا، الله البنا كتوصل لهم المنتجات ديالنا. الناس اللي عايشين تما كنعرف الناس عايشين تما مستمتعين بالمنتجات ديال بلادهم، والمعروف ان المنتجات ديالنا كتوصل حتى لروسيا. المصيبه الكحله هو انه كاين شي تجار جزائريين في اوروبا حاولوا انهم يجيبوا المنتجات المغرب ومشيو يبيعوها في الجزائر، ولكن عرفتوا راه لصقوا ليهم التهمه ديال التعاون مع الايادي الخارجيه ولا ما عرفت شنو. اي تاجر كيبغي يدير هذه القضيه كيتشد، لدرجه انهم شنو ولاو كيديروا، كيشدوا المنتجات ديال المغرب كيلصقوا ليهم واحد التيكي ديال انها منتجات ديال دوله اخرى باش انهم يقدروا يدخلوا لهاد المنتجات للجزائر. هاد العقليه المتخلفه وهاد العقليه ديال القادره، العقليه القادره ديال النظام الجزائري راه غادي توصلهم لواحد المستوى ديال المجاعه اللي غادي تشعل فيهم النار ديال الجهنم. وهاد الحراك وهاد المظاهرات اللي كتشتد يوما بعد يوما في الجزائر راه هي اللي غادي تشعل فيكم. كون كنتو عقلاء وكانت فيكم النفس وكان عندكم الذره ديال العقل، كون بلاص ما تعاديو المغرب، كون راكم دايرين اتفاقيات مع المغرب شي يستافد مع شي. هكا الناس كيفكروا، بما انكم ليل نهار تنبحون على المغرب وعلى الشعب المغربي، فعولوا ان نار جهنم سوف تحرقكم. وتحيه للبنان، وتحيه كيلو البنان، الحمد لله جبتوها بالصرف لي شاط ليا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اراكم في فيديو قادم، الى اللقاء.